عندنا حوالي 1000 وظيفة موجودة عندنا في الشركة، ما بين منسقين ممرات، ما بين كاشير، موظفين أمن، موظفين ستوك كنترول، لوجيستيك، عندنا كمان اف ام سي، عندنا مراقبين كاميرات. دي كلها وظائف موجودة عندنا. احنا ستارت الشغل عندنا بينزل من تاني يوم على طول ما بيقدم عندنا على شغل. الإدارة عندنا الهيد اوفيس عندنا موجودة في مدينة نصر 131 شارع مصطفى النحاس، الحي الثامن، مدينة نصر. طيب احنا بنتكلم حوالي 1000 وظيفة موجودة عندنا، عندنا في 14 محافظة كمان، مش منتشر بس في القاهرة، منتشر كمان في محافظات تانية كمان. مستوى المرتبات ايه؟ احنا الستارت بتاعنا بيبدأ من يعني مرتب مجازي عندنا بيستارت من 2050 بالنسبة لبعض الوظائف، وبيطلع معانا تدريجيا لحد ما يوصل معانا 3000 جنيه.